السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا ايميل عن كيف تصنع الاومليت اللي هو عجة البيض. write an email، اكتب ايميل of about 90 words من حوالي 90 كلمة to your friend سامي، اكتب ايميل لصديقك سامي to describe عشان توصف له to him how to make an omelet، ازاي يعمل اومليت. your name is رضا، اسمك رضا، and your email address وعنوان بريدك الالكتروني is rida@gmail.com. Your friend's email address وعنوان صديقك الإلكتروني is sammy@gmail.com. أول حاجة هنا في from، أنا ممكن أكتب to الأول أو from الأول، مفيش مشاكل، الاتنين صح. لو كتبت from بكتب الإيميل بتاعي الأول، وبعدين to بكتب إيميل صديقي، وبعدين subject الموضوع اللي هو هنا إزاي تعمل أومليت. تمام، مفيش مشكلة لو أنت جبت to الأول أو from الأول، الاتنين صح. أوكي، تعال نشوف إحنا حلنا إزاي. to إلى، هكتب ايميل صديقي sammy@gmail.com. from من مين، هكتب الايميل بتاعي rida@gmail.com. subject الموضوع how to make an omelette، كيف تصنع عجة البيض. dear سامي، عزيزي سامي، انا ببدأ الايميل بدير واسم اللي انا بعت له واحط كومة بعد اسمه يعني فاصل على السطر، وابدأ في مقدمة بسيطة كده I am happy to send an email to you، انا سعيد ان انا ببعت لك ايميل. how are you and your family، كيف حالك وحال اسرتك. I would like to tell you، ود ان انا اخبرك about a recipe، عن وصف الطعام. I like to make، انا بحب يعني اعدها، بحب اعملها. I always help my mom، انا دايما بساعد مامتي in the kitchen، في المطبخ. She always teaches me، هي دايما بتعلمني how to make different kinds of food، ازاي اعمل انواع الطعام المختلفة. I like to make omelette، انا بحب اعمل الاومليت. Firstly، اول حاجة بالتو eggs، اخفق بالطين. In a bowl، في سلطانية، with little milk، ومعهم القليل من اللبن. Then بعد ذلك add a little salt، ضع القليل من الملح to the eggs، للبيض. And milk، واللبن. Heat some butter، يعني سخن بعض الزبدة. In a frying pan، في طاسة بتاعت التحمير أو القلي. And cook them، وطبخهم in the butter، في الزبدة. Finally، في النهاية، when the omelette، لما الأومليت is ready، بيكون جاهز، serve، اتقدمه with salad، مع سلطة، and hot bread، وعيش ساخن. بعد كده في خاتمة في النهاية، see you soon، أراك قريبا، وبمضي بقى اسمي في الإيميل، yours المخلص ليك رضا. Thanks for watching.